طيب نكمل يا جماعة. احنا كنا وقفنا عند الفورميولا التانية بتاع نيوتن سكند لو، اللي هو قلنا ايه، ان السمشن اوف فورس تمام، اللي هي الاف ريزلتنت ايكوال ذا ريت اوف تشينج اوف ذا مومنتم. طب يعني ايه الريت اوف تشينج في اي حاجة؟ الريت اوف تشينج اوف ذا مومنتم عبارة عن التشينج في المومنتم اوفر التشينج في التايم. دلوقتي انا لو عندي جسم واحد بيتحرك، المومنتم بتاعه هيتغير ازاي؟ اللي تشينج في المومنتم بتاعه يبقى عباره عن ايه؟ اللي تشينج في المومنتم عباره عن دلتا ام في اوفر دلتا تي. طيب لو هو نفس الجسم اللي بيتحرك كله نفس الماس، هل هيبقى فيه تشينج في الماس ولا اللي تشينج هيبقى في الفيلوسيتي بس؟ في الفيلوسيتي بس. حلو، فيبقى اللوت عباره عن ايه؟ الام multiplied by change of v over the change of t. تمام. طيب حلو قوي. دلوقتي انا عندي ده كده ايه؟ ال f equal m change في ال v over ايه؟ اللي change في ال t. طيب يبقى انا دلوقتي عندي m change في ال v over change في ال t. طيب اللي change في ال v over اللي change في ال t معروف اللي هو ايه؟ acceleration. ايوه، يبقى الاف ايكوال ماس في اكسلريشن. يبقى الفورمولا الاولى للنيوتنز سكند لو هي هيها ايه؟ الفورمولا الثانيه للنيوتن سكند لو، اللي هو عندي برضو ان الماس في الاكسلريشن ايكوال ايه؟ الفورس. تمام. الو. طيب دلوقتي في ابلكيشن مهم قوي للنيوتن سكند لو، اللي هو الكوليجن او الامباكت. طيب دلوقتي انا عندي التشينج، تمام، ممكن يبقى في صيغه ثانيه اللي هو التشينج في المومنتم اللي هو ام دلتا في ايكوال اف دلتا تي. دلوقتي لو انا عندي ام دلتا في ايكوال اف دلتا تي، طيب ده بيعبر عن ايه؟ الامباكت او الكوليجن. طيب في حاجه مهمه هنا نعرف نجيبها منها، ايه هي؟ لو انا عندي بيضه مثلا وحذفتها من ارتفاع ووصلت على الارض، ايه اللي هيحصل للبيضه؟ تتكسر. طيب هتتكسر. حلو، الزمن اللي هتخبط فيه الارض هل هو كبير؟ اللي هتمتص فيه الصدمه هل هو كبير ولا زمن قليل خالص؟ الزمن قليل. تمام، فعشان كده لو انا جيت الفورس اللي هو عباره عن الزمن قليل علشان السرعه كتيره. تمام، او عشان السيرفس اللي هي برضو متعرضه له صغير. طب لو انا جبت بيضه نفس البيضه بالظبط ومن نفس الارتفاع وكل حاجه وحذفتها على مخده، البيضه تتكسر ولا لا؟ احتمال لا، غالبا لا، تقريبا لا، مش تتكسر. ليه بقى؟ دلوقتي اللي تشينج في المومنتم اللي هو انا مثلا اهو الاول ايه؟ اول ما هتلمس المخده تبدا تتحرك شويه 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 لحد ايه؟ ما تهدى. طيب يبقى اللي تشينج في المومنتم ده هيحصل في زمن كبير ولا زمن صغير؟ بس هو برضه على حسب قوه النزول نفسها. لو قوه النزول لو انا عامل كل مثبت الفاكتورز، هو لو مثبت الفاكتورز نفسها مع الحاله الاولانيه، تمام، اللي هو حادف بنفس مثلا سايب البيضه تنزل من نفس الارتفاع. حلو، دلوقتي انا عندي اللي تشينج في المومنتم، اللي تشينج في المومنتم يعني ايه؟ اللي تشينج بتاع السرعه بتاع الجسم هيحصل، ده كده معناه اللي تشينج في المومنتم. طب هيحصل في زمن كبير ولا صغير؟ ايه يا جماعه؟ اللي اعتبروا ان المومنتم عباره عن اللي تشينج في الفيلوستي، تمام، مالكوش دعوه بالماس لانها كده كده كونستنت. الماس دلوقتي بتاعتي هيتغير في زمن اكبر ولا زمن اقل؟ زمن اقل. لا اكبر بقى لو الماس كبرت؟ لا انا بقول نفس الماس. نفس الماس؟ حلو.
انا عندي نفس البيضه بالظبط نازله على الايه، على المخده. هي الاول ما تخبط في المخده ايوه على المخدة اكيد. هتبدا تبطأ تبطأ تبطأ، مش تقف مره واحده على عكس الارض صح؟ يبقى هي هتاخد وقت كبير عشان تهدي من سرعتها، يبقى الفورس اللي بتأثر عليها ايه؟ قليله صح؟ تمام. فبالتالي الامباكت بتاعها هيبقى قليل، فبالتالي ايه؟ مش هتخبط جامد، فبالتالي ايه؟ مش هتتكسر. الكوليجن تمام؟ قليل. اه الكوليجن بتاعها قليل، فيها ايه؟ او الامباكت بتاعها قليل، ايه؟ مش هتنكسر. تمام؟ هو ده ليه علاقة بالإلاستيك وكده؟ لا لا لا، ده حاجه تانية خالص. تمام. طب مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ طيب ال ده كده بالنسبه لايه؟ للو ده. طيب لو انا جيت اعمل جراف ما بين الاف والتي، الاف والتي، الاريا اندر ذا كيرف تعتبر ايه في الحاله دي؟ معلش، هو ال A ال A under the curve اللي هي ايه؟ الحتة اللي تحت، المساحة اللي تحت الكيرف ده كده، ده يعتبر التشينج في المومنتوم صح؟ ايوه. حلو. طب لو انا عندي الكيرف عامل كده يعتبر ده ايه؟ كونستانت ايه؟ يبقى انا عندي في الحالة دي ايه؟ في الحالة دي هيبقى عندي التشينج في المومنتوم كونستانت صح؟ مش فاهمة. بص في الحالة دي هل أنا عندي كونستانت سلوب؟ لا تمام. يبقى أنا إيه؟ اللي تشينج في الإف واللي تشينج في التي مش متزامنين، ما لهمش إيه؟ ما لهمش كوانتيتي ثابتة. يبقى في الحالة دي إيه؟ اللي تشينج المومنتوم هيبقى برضو متغير صح؟ طب الحالة زي دي كده يبقى إيه؟ الريليشن السلوب بتاعهم ايه؟ ده لينير. تمام. في الحاله دي ايه اللي تشينج يعتبر ايه في المومنتوم؟ هيعتبر ايه؟ ثابت صح؟ بس كده. طيب ده انا قلت ان دي الاف ودي التي، يبقى الاريا اندر ذا كيرف يعتبر هي ايه؟ التشينج في المومنتوم صح؟ ليه؟ لو انا قلت ايه في حل في حل في لو مثلا جيت هنا قلت ان ايه ده هنا 4، ده عند الزمن ايكوال 4 تي ايكوال 4 سكندز، وهنا عندي في الحاله دي كده ايه الفورس ايكوال 2 نيوتن. طيب يبقى وقلت ان الفيلوسيتي بتاع الجسم كانت زيرو عند تايم ايكوال زيرو وبقت 4 تمام عند التايم ايكوال ايه 4، يعني انا عندي التايم ايكوال 4 بقى الفيلوسيتي ايكوال ايه 4 متر بير سكند. طيب انا عايز احسب الماس بتاع الجسم ده. طيب الاول اتفقنا ان الاف الاري اندر ذا كيرف بتاع الاف تي هتريبريزنت ايه اللي تشينج ان مومنت. طيب الاري اندر ذا كيرف في الحاله دي مش هو يعتبر الاري بتاع المثلث ده؟ ايوه. حلو. الاريا بتاع المثلث دي كام؟ هاف تايمز 4 تايمز 2. هاف تايمز 4 تايمز 2 اللي هو ايكوال ايه؟ 4. حلو. طيب دلوقتي انا عندي ال 4 دي عباره عن ايه؟ ام دلتا في في. طب الدلتا في عندي كام في الحاله دي؟ بفور بفور. يبقى انا عندي 4 ايكوال 4 ام، يبقى الماس في الحاله دي بكام بقى؟ 1 كيلو جرام. تمام؟ تمام. سهله كده الحته دي يا جماعه؟ تمام. تمام. لا معلش ممكن تعيد. تمام. احنا اتفقنا ان اللي تشينج اوف مومنتوم هو الاري اندر ذا كيرف بتاع الاف تي. تمام؟ مفهومه؟ طيب في الوقت نعرف نجيب الاريا اندر ذا كيرف اللي هي الايه؟ الاريا بتاع التريانجل ده، سهله كده؟
ايوه تمام. بتطلع بفور. طيب في الحاله دي انا عندي ايه؟ ان الام دلتا في جبت ان هو بفور. طب انا عندي الدلتا في مش كان بيقول لي ايه؟ ان الفيلوسيتي بتاعتي كانت زيرو عند تايم ايكوال زيرو، وعند تايم ايكوال فور الفي بقت بفور. في الحاله دي كده الفي هتبقى بايه؟ بفور. يبقى التشينج ان في بكام؟ الدلتا في بكام؟ هو كمان بفور صح؟ ايوه حلو. فبقى عندي اللي هو التشينج في المومنتم ايكوال 4 ام، يبقى انا اقدر اجيب الام صح؟ ايوه بس بواحد وهنعوض بس صح؟ اه هنعوض مجرد سبستيوشن. هو مثلا لو حب يرخم عليكم ممكن يعملها ازاي؟ يقول لك والله عند تي ايكوال 4 تمام؟ يقول لك ايه؟ مديها لك كده ويقول لك انا عندي الاكسلريشن ب 1 متر بير سكند سكوير. حلو؟ ماشي تمام. ويقول لك ايه؟ ويديك الجراف ده ويقول لك احسبي لي الماس. احنا عارفين ايه؟ هنا مثلا هنجيب الاري اندر ذا كيرف مثلا لحد 4 سكندز فهنقدر نطلعها، ونقدر نطلع ايه؟ الاكسلريشن، نقدر نطلع الفيلوسيتي عند التايم ايكوال ايه؟ 4 صح؟ ايوه. بس ونحلها عادي، هو بس ممكن يجيبها لنا جيفن بالطريقه دي. مفهومه؟ طيب احنا كده ايه؟ انا لو مديك مش انا اقدر اجيب الفيلوسيتي عند التي ايكوال 4؟ لان انا بادئ من ايه؟ كان عندي الفي انيشال كان بزيرو، مش عندي ان بيقول لك القانون بيقول لك ان الفي ايكوال الفي انيشال بلس اي تي صح؟ تمام؟ ايوه تمام. الفي انيشال انا مديها لك بزيرو وعارف ان الاكسلريشن ب 1 وقلت لك عند تايم 4 يبقى 1 في 4 ايكوال ايه؟ 4، يبقى الفي ايكوال 4. وكمل بقيه المساله بالطريقه اللي انا حليتها بيها دي تمام؟ مفهومك يا جماعه؟ اه تمام. طيب احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ طب عايزين نتكلم برضو عن حاجه مهمه قوي تيجي في المسائل بطريقه فظيعه اللي هي ايه؟ الفري بودي دايجرام. طيب الفري بودي دايجرام ده بنعمل ايه فيه بقى؟ بتشوف الفورسز اللي بتاثر على الجسم وايه نظامها، هل في اكسلريشن ولا لا، ولا هنمشي ازاي في السؤال. انا مثلا ليتس سي انا عندي اهو بوكس على الارض، ها بدايه كده ايه الفورسز؟ اول فورس كده تيجي في بالنا ان هي بتاثر عليه ايه؟ الجرافيتيشنال فورس. حلو الجرافيتيشنال فورس تمام. والنورمال فورس. والنورمال فورس تبقى ايه؟ بيربنديكولار على السيرفس صح؟ اه تمام. وده الايه؟ النورمال فورس اللي يعتبر رياكشن فورس. طب لو انا عندي حبل مثلا بشد بيه الجسم الناحيه دي كده، يبقى عندي تنشن فورس في الحبل ده، الدايركشن بتاعها ايه؟ هنا صح؟ اه. خدوا بالكم يا جماعه الفري بودي دايجرام انا بجيب الاكسترنال فورسز اللي بتاثر على الجسم، يبقى انا ماليش دعوه في الحاله دي بالتنشن فورس اللي هي الناحيه الثانيه اللي بيأثر على الجسم، انا ليا دعوه اللي الجسم بيأثر بيها، لا انا عايز الفورس اللي بتأثر على الجسم مش اللي الجسم بيأثر بيها تمام. طيب اه تمام. عندي تنشن فورس اهي حلو، وعندي كمان هنا الناحيه دي والله في فريكشن فورس، ها اللي هي بتمشي ايه عكس اتجاه الجسم فريكشن فورس. طيب دلوقتي في الحاله زي دي كده انا عندي النورمال قد الايه؟ قد الويف. حلو، فيبقى انا عندي السمشن اوف فورس في اتجاه الواي بايه؟ ايكوال زيرو. طيب طب تعالوا نتخيل كده ان الجسم بيتحرك بكونستانت فيلوسيتي، فيبقى انا عندي السمشن اوف فورس في اتجاه الاكس هي كمان بايكوال ايه؟ زيرو. فيبقى انا عندي التنشن فورس ايكوال ايه؟ ايكوال الفريكشن فورس. حلو. طب تخيلوا الجسم بقى لو بيتحرك باكسلريشن، يبقى هل السمشن اوف اكس يبقى ايكوال زيرو؟ لا لا. حلو.
طيب تعالوا كده نشوف الدنيا ايه ماشيه ازاي. طيب اولا كده في لو بيتكلم يعني مش عارف هو عندكم في المنهج ولا لا ان انتوا عندك ان الفريكشن فورس ايكوال الميو في النورمال فورس. حلو. طيب الميو ده اسمه الكوفيشنت لو الكوفيشنت اوف فريكشن. طيب بيبقى نوعين الكوفيشنت اوف ستاتيك فريكشن ده لو الجسم ايه واقف تمام لو الجسم بيتحرك اسمه الكوفيشنت اوف دايناميك فريكشن او كاينتيك فريكشن تمام تمام. طيب هو بيساوي ايه الايه الميو الميو ده بيبقى كونستانت إيه؟ بيبقى كونستانت على حسب التو ميديمز هو اللي بيدولك في المساله يعني هو بيتوقف على الايه السيرفيس بتاع التو ميديمز اللي مع بعض ليه رقم محدد اه بيبقى جيفن لازم يدولك مثلا عندك حاجه وود بتتحرك على حاجه من مثلا من حاجه وود فبيديها لك كونستانت رقم محدد بيديهولك تمام. طيب في حاله زي دي طب الاول كده انا عايز اعرف يبقى انا عندي الميو عباره عن الاف اوف فريكشن اوفر الان. طيب معنى كده اليونت بتاعه ايه بقى يبقى ام بير سكند. طيب يبقى يونتلس لان ده فورس على فورس فنيوتن اوفر نيوتن هتضيع تبقى ملوش يونت تمام ولازم ناخد بالنا ان الكوفيشنت اوف فريكشن ده بيبقى دايما less than ال1 تمام تمام. طب لو انا قلت هو النتش هو ده حاجه كده اكسبيرمنتال طلعها كده يعني هو من الاكسبيرمنتس طلع دايما ان الكوفيشنت اوف فريكشن بيبقى اقل من ال1 تمام تمام وعامه ان شاء الله في سنه ثانيه او ثانيه تقريبا اه هيبقى العملي بتاعكم في امتحان الميكانكس هيبقى ان انتوا تطلعوا الفاليو بتاع الكوفيشنت فده حاجه طبيعيه يعني. طيب ده كده ايه دايما بيبقى اقل من ال1. طب في حاله زي دي كده تعالوا كده نتخيل قلت لكم ان انا عندي ال هنا قلت ان قلت مثلا عندي ده جسم الماس بتاعه 3 كيلو جرام تمام وقلت والله التنشن فورس اللي هي بتحركه دي عباره عن مثلا لا مش هقول التنشن فورس هطلبها منك هقول ان الجسم بيتحرك اكسلريشن في الناحيه دي كده تمام ايكوال 3 متر بير سكند احسب لي التنشن فورس. طب عارف طبعا ان في فريكشن فورس. طيب الاول كده بير سكند سكوير ايه متر بير سكند متر 3 متر بير سكند سكوير سوري دلوقتي انا عندي ايه التوتال فورسز اللي بتاثر على الجسم عباره عن ايه عباره عن الماس في الاكسلريشن. طيب هو الجسم ده 3 ايه كيلو جرام صح؟ ايوه. طيب حلو 3 كيلو جرام والاكسلريشن كام 3 متر بير سكند سكوير يبقى الفورس اللي بتاثر على الجسم كام 9 نيوتن. طيب انا عايز احسب التنشن فورس دي. طيب انا عندي السمشن اوف فورسز ايكوال ايه ماس في اكسلريشن صح؟ ايوه. انا عندي summation of forces equal mass acceleration. طيب انا عندي في الحاله دي انا عارف ان summation of forces في الواي اكسس بايه بزيرو بزيرو. طيب الاكس اللي في الاكس اكسس بقى المفروض مش بايه مش بزيرو صح. طيب انا عندي الفورس اللي بيتحرك بيها تمام هتكون ناحيه ايه التنشن صح. انا عندي ان التنشن ماينس الفريكشن ايكوال ام اي تمام حلو الام اي طلع بكام ب 9 نيوتن. طيب هل انا عندي الفريكشن اقدر اجيبه ايوه لان انا عندي الفريكشن عباره عن ايه الكوفيشنت في النورمال فورس. حلو في النورمال فورس. طيب والنورمال فورس عباره عن الويت اللي هي عباره عن ايه الام جي صح اه. طب ام جي ليتس سي مثلا انا قلت ان الكوفيشنت اوف فريكشن مثلا هنا في المساله دي هيطلع ب 0.1
تمام؟ تمام. وقلت ان الجي هتطلع بتن، تمام؟ يبقى انا عندي ايه؟ ها الويت الفريكشن فورس تبقى عباره عن ايه؟ يبقى عباره عن 0.1 اللي هي ملتبلايد باي الماس اللي هي بكام؟ ب 3 ملتبلايد باي ايه؟ الجي اللي هي ب 10. يبقى كل ده يطلع بكام؟ 3 ب 3 نيوتن. حلو. يبقى انا عندي ان التنشن ماينس 3 اللي هي الفريكشن ايكوال 9. يبقى التنشن بكام بقى؟ ب 12 نيوتن. تمام؟ طيب يبقى انا اول حاجه لازم اعرفها ان اشوف في الفري بودي دايجرام ده، تمام؟ لازم اعرف ان احدد اتجاهات الفورسز، تمام؟ واشوف انا عندي اكسلريشن في اي دايركشن وعندي ايه بالظبط واعرف ايه اتعامل معاه. طيب انا اتفقنا ان ايه النورمال فورس بتكون بيربنديكولار على ايه؟ على السيرفس، صح؟ طيب يبقى انا عندي ايه ان النورمال فورس بتكون ايه قد بتكون قد الويت. طب لو انا جيت على انكلايند بلين، تمام؟ تمام. ده سؤال الميد ترم ده، صح؟ تقريبا. وكان في الميد ترم كان عايز السؤال كان بيقول ايه بالظبط؟ لا في حاجه. طيب تعال نفكر كده. طيب احنا دايما الويت بتاع الجسم بيكون ايه؟ في اتجاه الارض، صح؟ صح. يبقى انا عندي ايه مبدئيا كده ايه الويت نازل لتحت كده، صح؟ السؤال ده فعلا جامد. تمام. الويت وش كده رايح ايه ناحيه الارض. طيب النورمال فورس بيكون فين؟ بيربنديكولار على السيرفس. يبقى ده كده ايه النورمال فورس. وعندي ده كده ماشي. بص يعني ايه بيربنديكولار؟ عمودي، عمودي على السطح ده، تمام؟ مفهومه كده؟ ايوه تمام. طيب دلوقتي مثلا وقلت والله ان الجسم او بصوا الحته اتخدتوا حاجه اسمها انتوا قلتوا انت خدتوا ال خدت حاجة اسمها the body is about to fall، عشان ما دخلكوش في الميكانيكس بتاع تانية، عشان بس ما لا هو احنا مدرس الفيزيكس بتاعنا ما بنفهمش من حاجة. تمام. طب تعالوا نفكر كده. وقلت تمام. بصوا ايه ثواني. حلو. وقلت والله انا عندي في فورس بتأثر على الجسم ايه في الناحية دي كده، بيتقال عليها ايه انزلين اوف ذا جريتست سلوب، تمام؟ تو ذا اباف. طيب دلوقتي الجسم ده في ستاتيك اكواليبريم، يعني ما بيتحركش، تمام؟ تمام. حلو. تمام. عايز احسب الفورس دي. طيب مع العلم ان احنا ايه هنجلكت الفريكشن في الحاله دي كده، تمام؟ الفريكشن نعتبره مش موجود، نعتبر ان السيرفس ده فريكشنلس. طيب الاول كده انا قلت لكم ان الجسم ده السمشن اوف فورس عليه بايه؟ بزيرو. بزيرو عشان هو ايه في ستاتيك اكواليبريم. طيب انا عايز احسب ايه الفورس دي. طيب الاول كده حاجه مهمه، الويت دلوقتي انا لو جيت اشوف ايه تخيلوا كده الاول، لو انا كان عندي فورس كده عامله كده، حلو؟ مش انا كنت الاول بعمل لها ايه ريزوليوشن كومبوننت في الواي وكومبوننت في الايه في الاكس، صح؟ لو دي الثيتا عندي ببقى عارف ان الكومبوننت بتاع الاكس هو عباره عن ايه، عن الاف كوساين ثيتا، تمام؟ الماوس مالها اكس كوساين ثيتا،
ده الايه الاكس اللي هو الكومبوننت بتاع الفورس اللي في الايه في الاكس دايركشن. طيب الكومبوننت بتاع الاف اللي في الواي دايركشن بقى عباره عن ايه؟ اف ساين ثيتا. عظمه. اف ساين ثيتا. جه البلين بتاع ايه بقى انكلايند على الارض بزاويه ايه بانجل ثيتا. تمام تمام. انا عايز اعرف ايه الدنيا ماشيه ازاي. طيب دلوقتي انا الويت ده هل هو له 1 كومبوننت على السيرفس ولا له 2 كومبوننت بقى؟ ليه 2؟ عشان هو ايه ده كده يعتبر لو بالنسبه للسيرفس يعتبر مايل صح. اه طيب عايزين ايه هيبقى فيه كومبوننت مع السيرفس في الدايركشن ده كده وفي كومبوننت ايه بيربنديكولار على السيرفس صح. تمام. طيب حلو. الويت بما انه نازل لتحت هيبقى له كومبوننت رايح كده هيبقى نازل لتحت كده وله كومبوننت ايه جاي كده صح. واحد مع السيرفس والتاني بيربنديكولار صح علي. بس اللي مع السيرفس هيبقى نازل لتحت واللي ده هيبقى برضو لتحت كده. تمام كده يا جماعه. طيب تعالوا ايه نشوف كده. بما ان الزاويه دي 90 يبقى دي كده كام؟ 30 90 ماينس ثيتا. يبقى الانجل دي بكام؟ ثيتا. ثيتا. طيب دي كده ايه ثيتا. طيب الكومبوننت اللي تحت ده مش ده ممكن نقول ان هو عباره عن الويت كوساين ثيتا؟ كوساين ولا كوساين؟ لا كوساين. بص مش ده كده ده كده يعتبر الهايبوتنس وده كده يعتبر الادجيسنت. اه فيبقى ايه عباره عن ايه دبليو الويت كوساين ثيتا صح. تمام. طيب عظيم. طب اللي رايح الناحيه دي هيبقى ايه دبليو ساين ثيتا صح. صح تمام. طب بما ان الجسم تمام في الحاله دي على انكلايند بلين. طب دلوقتي الجسم في حاله اكواليبريم فيبقى ايه ان الان هيبقى عباره عن ايه الويت كوساين ثيتا صح. ثيتا. اه في الحاله دي النورمال اقل من الويت ولا اكبر منه ولا بيساوي ايكوال؟ لا الكوساين ثيتا مش هو ستاتيك. اه ثانيه. اه دلوقتي الكومبوننت ده عباره عن الويت كوساين ثيتا وده ايكوال النورمال فورس. طيب دلوقتي الثيتا كوساين ثيتا ايه بيفاري ما بين ايه وايه الرينج بتاع الكوساين ثيتا بين كام لكام؟ من نيجاتيف 1 من نيجاتيف 1 لحد 1 صح؟ اه. طيب لما تكون الانجل الانجل نفسها بتختلف من 0 ل 90 يبقى كوساين ثيتا بيفاري منين لفين؟ من 1 ل 0 صح؟ اه. طب في الحاله دي الانجل بتاعتي مش بزيرو حلو لانه مش هوريزونتال بلين. يبقى في الحاله دي بقى كده في انجل هل ينفع كوساين اي انجل في الرينج ده يعدي ال1 او يوصل ل1 حتى؟ مش انا دايما عندي طالما هي هلأ. الانجل مش بزيرو يبقى كوساين اي انجل هيبقى بايه بقى اقل من ال1 صح. تمام. ففي الحاله دي بقى ايه اللي هيحصل النورمال فورس هتكون اقل من مش فاهم. مش الكوساين كوساين ثيتا ده هو رقم ما بين الزيرو لحد الواحد صح؟ تمام. طيب الواحد بيبقى امتى واحد لو امتى امتى هو انت جبت الثيتا ازاي اللي هي اللي هي مش دي الثانيه ما هي ده ماث بقى ده شغل ماث معلش. تمام. الاتش ار لازم بص في حاجه اسمها اتش ار لوحده. طب معلش بعيد عن الاتش ار اللي معاك ده بس ركز معايا دلوقتي دي ثيتا صح؟ ايوه. انت مركز معايا ياسر ولا لا؟ ايوه مركز. تمام. بما ان دي ايه؟ دي ب 90 في الحاله دي الانجل دي بكام؟ ب 90 ماينس ثيتا صح؟ معايا كده؟ وانا عندي الكومبوننت ده كده بيربنديكولار على السيرفس معنى كده ان دي بلس دي
equal 90 فدي 90 minus theta يبقى دي ايه theta تمام تمام حلو طيب دلوقتي انا عندي ال n عباره عن الويت كوساين ثيتا واتفقنا ان ده مش هوريزونتال بلين يعني معنى كده ان الثيتا استحاله تبقى بايه بزيرو طيب وانا عارف ان كوساين الزيرو بكام ب1 فيبقى الانجل اللي هتبقى بكام الانجل ممكن تبقى درجه 2 3 4 5 6 لحد مثلا ال 89 كوساين اي انجل في الرينج ده هيبقى دايما ايه اقل من الواحد صح اقل من الواحد يبقى اقل من يبقى اقل من الواحد يبقى في الحاله دي لما اضرب الويت في رقم اقل من الواحد يبقى ايه اقل من الويت صح يبقى في الحاله دي ايه النورمال فورس هتكون اقل من الويت تمام تاني ممكن عند اقل من ال1 دي حلو دلوقتي انا عارف ان ايه ان كوساين ثيتا هيكون دايما اقل من ال1 صح حلو يبقى فراكشن لو انا ضربت اي فراكشن في رقم مش هو هيكون اقل من الرقم ده يعني مثلا انا عندي 0. مثلا 9 لو ضربتها في 3 مش هي دايما هتكون اقل من ال3 صح طالما هو فراكشن اقل من الواحد صح بس ده الفكر هنا انا ضربت الويت في رقم اقل من الواحد يبقى هو دايما الجزء ده هيكون ايه اقل من الويت نفسه صح ايوه بس كده ده السؤال اللي جالكم في الميد تيرم يا جماعه تقريبا حسبي الله طيب احنا عايزين نحسب الفورس دي بقى يبقى الفورس اللي هتخليها في ايكواليبريم يبقى في الحاله دي ايه يبقى احنا عرفنا ان ال n عباره عن ايه عن ال w كوساين ثيتا طب يبقى الفورس دي هتيكوال ايه بقى الويت ساين ثيتا صح w ساين ثيتا w ساين ثيتا بس في الحاله دي ايه عرفت اجيب الفورس بكام سهله لا طب اتفهمت طيب الحمد لله احنا كده عرفنا نتعامل مع الفري بودي دايجرام يا جماعه ممكن نحل السؤال عليه مش تاني عظمه سهله ما عنديش مشكله تعالوا نجيب فري بودي دايجرام سؤال عشان انا مش بفهم ما هو غير الاسئله ايه بقول لك اسئله كتير حاضر احنا المره الجايه ان شاء الله قلت الاحل على فكره دلوقتي على ال 1 و 2 2 3 ان احنا خدناهم دول مش عارف انا هلحق اشرح السنتريبتال النهارده ولا لا بس مش مشكله نحاول دلوقتي انا اهو عندي جسم موجود على سيرفس عامل كده وعندي جسم وعندي فيه فورس عامله كده أثر على الجسم ده وعامله ايه انجل وعامله مع الهوريزونتال انجل كام 30 حلو و ده كده ايه عندي الجسم وده كده عندي الفورس اهي في الحاله دي اف اهي تمام ادي الاف تمام وقلت انا عندي فيه فريكشن هي ايه وعندي في فريكشن تمام وقلت عندي ايه تاني قلت في الحاله دي مثلا الفريكشن ايكوال 10 نيوتن الاف اوف فريكشن عشان ده اف نغير دي يبقى الاف اوف فريكشن ايكوال 10 نيوتن طيب وقلت ان الجسم بتاعي حلو بيتحرك باكسلريشن عباره عن 4 متر per second squared. اولا كده هحسب ايه عايز احسب الفورس وعايز احسب الايه النور وعايز احسب ايه النورمال فورس بكام علما بان الاكسلريشن دي ناحيه ايه اللي بتبقى في البوزيتيف اكس دايركشن طيب بما ان الاكسلريشن في البوزيتيف اكس دايركشن يبقى انا عندي السمشن اوف فورس في البوز في الـ في الواي دايركشن بزيرو ولا لا
زيرو. أيوه عظيم. طيب حلو، الفورس دي عبارة عن ايه؟ جزء رايح كده وجزء ايه نازل لتحت، صح؟ تمام. يبقى انا عندي اهي نازله لتحت، وعندي الويت بتاعي برضو بيأثر لتحت، وعندي النورمال فورس بتأثر لفوق، تمام، وعندي الفريكشن بتأثر ايه الناحيه دي. طيب انا عندي سمشن اوف فورسز في الاكس اكسس عباره عن ايه؟ تبقى عباره عن الكومبوننت ده ماينس الفريكشن، صح؟ طيب عظيم قوي. انا عندي الكومبوننت ده هيبقى عباره عن ايه بقى؟ عن اف كوساين 30، صح؟ اف كوساين 30، تمام حلو. وعندي ده ماينس ايه بقى؟ ايه اللي في عكس الاتجاه بتاعه؟ الفريكشن، صح؟ قلت ان هو 10 نيوتن ماينس 10. ليتس سي مثلا ان الماس بتاع الجسم ده عباره عن 2 كيلوغرام، يبقى كل ده هيكوال ايه بقى؟ الماس في الاكسلريشن، صح؟ 8. يبقى 2 ملتبلايد باي الاكسلريشن اللي هي 4. حلو، يبقى انا عندي ده ب 8. يبقى انا عندي ان الاف كوساين 30 ايكوال هنا 10 بلس 8 يبقى ايه؟ 18. يبقى انا في الحاله دي اقدر اجيب ايه؟ الاف، صح؟ الاف يبقى الاف عباره عن 18 اوفر كوساين 30 اوفر كوساين 30، تمام؟ تمام. طيب دلوقتي انا عندي كام فورس بقى في الواي؟ عندي النورمال فورس لفوق، وعندي الويت لتحت، وعندي الكومبوننت بتاع الاف اللي هو ايه؟ لتحت، صح؟ فبقى عندي اللي تحت هيساوي اللي فوق، ايه اللي فوق؟ النورمال فورس بيساوي اللي تحت، اللي تحت اللي هو عباره عن ايه؟ الويت زائد الاف ساين 30. اقدر اجيب الويت اللي هو عباره عن ايه بقى؟ ام جي، اللي هو عباره عن 2. هنقول مثلا ان الجي هنا هو بكين. معلش فين الـ فين الاف ساين 30؟ اهو لتحت اهو، عشان قلنا ده لتحت اهو، هو كام؟ تمام. فيبقى عندنا 2 في 10 بلس الاف اللي هي طلعناها ب 18 اوفر كوساين 30، كل ده ملتبلاي باي ساين 30. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ الميتنج هيخلص دلوقتي، هنخش تاني ايه على السريع، تمام؟ تمام تمام.